رمضان رمضان كريم. الحمد لله والثناء الحمد لله وكفى وصلاة الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم walaalaha iga qiimaha badan meel kasto aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeeni aayad iyo ahkaamteed barnaamijka aayad iyo ahkaamteed waxa aynu ku soo qaadanaa maalin kasta oo maalmaha bisha barakeysan ee ramadaan kamida juska taraawiixda lagu tukanayo aayad ama aayado kamida aayadaas ama aayadahaas ayaynu dul istaagnaa akhrinaa ahkaamta tajwiid ee ku jirta iyo macnaha guud ee aayadana aynu isla tilmaanaa waxa maanta aynu joognaa maalintii 22-aad bisha ramadaan sanada 1437 hijradii nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam maanta juska 22-aad ee taraawixda aynu ku tukanayno aayadahan idinka soo dooray ayaa waxay noqonayaan kuwan baarakallahu fiina wa fiikum وآيات 32 iyo aayada 33 ee suurat Fatir A'udhu billahi minash shaytanir rajim Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ثم ميم شذن وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا ميم شدا أحكامتي ميم كشدنيد أيا هل كان آد كلا إيمان إيسا أود كو أخري إيسا غنة ذا مقدار كذا أيا نسين إيسا ثم أورثنا أو واولينية أيا هل كان كجرته أو مقدار كذا يعني سقاب كذا غنة واقيسا أورثنا ثم أورث ثاذا واحد سينا إسا صفتي همسك إلى هيدي صفات كذا كلا يتبه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا نا نونك يصاد كذا سكو قبانا إسا همسة الوصل يقولون وإذا عيسى ما دام أي حرير سنتي إذا اتصل الكلام سقط أيوها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مركز اسكو خيل يسيد معناها الذين اصطفينا همزة الوصل ما أخري يسيد الذين اصطفينا بعد ليس نون كي صاد كاسكو قبل ليس ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نون ريبا أو عين كدن بيو وإظهار حقيقي ويه فمنهم نون ريبا أو هكذا ميسو منهم وإظهار من إظهار حقيقية هم ظا فمنهم ظالم ميم ريبا وظا كذا ميسو وإظهار شفوي ظالم لي تنوين أو كذا ميسو لام وإدغام كامل ظالم لنفسه سلة صغيرة سلة صغرى يا كجلة مد سلة صغرى أما يا صغيرة بالي لهذا لنفسه ومنهم مقتصد منهم نون كربان هأبا كده ما يسوى إظهار منهم
ميم ريبانو ميم كلك الضمبيو وإدغام مثلين أو إدغام متماثلين مقتصد مق قافك وادريبي سا وانقلقلين سا وان حرف وين تصيد صادك هبه هو صدق ناظر لكن هو حرف وين ومر والبا في كل الحالات لوينين يو ومنهم مقتصد وتنوين بعدها واو وإدغام ناقص أما إدغام مع الغنة ومنهم سابق نون ريبان وهكذا ما يسوى إظهار حقيقي ميم ريبان أو سين كذا بيونا وإظهار شفوي ومنهم سابق بالخيرات تنوين باء كذا بيسو وحاول نقنا يا إساقنا إن إقلاب بالخيرات بإذن الله راتي راد يألف كبوا لسلوينين يا ألف متكأه وحا نقنا يا لبا حرف واوين سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل ذلك هو الفضل فادا مركات كتكتد ضاد كي بعد وينين يسا هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير راد قدام بيسا ويران يسا ويا مديا كهر يسا جنات عدن يدخلونها جنات عدن جنون كشدا عدنية تنوين بعدها يا جنات عدن يدخلونها تنوين بعدها يا نوح نلوى إدغام ناقص أما إدغام مع الغنة يد ذلك وتقلقلين يسا يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور فيها وحكجره مد طبيعي سقو تربدني هاي مركا انت بدن مينو شيغنبا من أساور وين وذكرنا معناها وبديه تنوين نون ريبان او همزه كدما يسوى إظهار أساور رادا ولوينين يا من ذهب ولؤلؤا تنوين بعدها واو وإدغام من ذهب نون ريبان وذال كدام بيو وإخفاء تنوين واو كدام بينا وإدغام لؤلؤا وسدوك لو يتنوين واو كدام بيو ولباسهم فيها ميم ريبان وإفاء كدام بيسونا وحواية إظهار شفوي لباسهم فيها مركا ميم كار ريبان وحال الربائنا داد وقتحذرت إنو فاذا نحكله واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرف ويه ولباسهم فيها حرير راد أدن بيساء يتنكه ريسابه ويريهين إن آيدها أحكام توضى مركا أينو انتا كسو أفميرنو أينو انتا كقهرنو معناها قودو آيادها أينو أني مادنونا وحا معنوه أنقونا يا إلهي أياو حكو الرميا جل جلاله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله أياو حليه قودهان مركا أينو آيادها أتلمانوه إن ديتنا وحنو دحل سيني كتاب كيغان وحنو دحل سيني كواء ندورا نيئو أدو مدى يهذا كمدا إلهي كواء دورتي أدو مديس كمدا ayuu kitaabka dhaxalsiiyay oo ehel uga dhigay kadibna dadkaasa tilmaamo saddex kala yeelanayo fa minhum zalimun li nafsihi wa hakujra mid naftiisa dulmiyay mid naftiisa ku gabood falay mid wanaag farabadan aan la imanayn yaani xumahana aan ka sariiganayn oo khaladaadkiisa yeelanaya culayskiisa yeelanaya dhaadhiciisa yeelanaya وناقنا لهانيا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وحوناك سنو الله إيمانا يا حمان إيو حمان أوليهي وقفف إيو دادع إيو يعني ظالم لنفسه وإيوه نفتي سوكوك بوطفلي وحكم دا ومنهم مقتصد مدقون يرسعو ده ودحدح هذا أيا كم دا و يعني خير كيسا نصمين إيه لكن لغا خير بديهي ومنهم سابق بالخيرات وحجر مدان خير كاللوغه ورمرين او اساغو صفكو هره مر والبا كجيره او دينع والبا اساغو وحو كيهي نمبر 1 او كالنتا كوواد كجيره ك
kaasi iyo kuwa kaleetoba waxa weeye waxay ka mid yihiin dadka Ilaahay uu doortay ee uu kitaabkiisa dhaxalsiiyay. Aayadahan marka waxaynu ka baranaynaa arrin cajiib ah. Ilaahay markuu uu sidaa u tilmaamay oo dadka kala duwan ee kii caasiga ahaa leh, ee kii dhexdhexaadka ahaa leh, ee kii mitidka ahaa oo khayrkiiyo diinta ku fara adeegayay, ee jeclaa wanaagiyo samaha, ee isaga aan waxba looga hormarayn, ee safka hore ahaa leh, qaybahaasoo dhan dadka ka kooban ayaa Rabbi wuxuu leeyahay waa dad aanu dooranay oon kitaabka dhaxalsiinay. Kadibna wuxuu aayadda dambe ku leeyahay jannaatu cadnin yadkhuluunaha, iyagoo dhammi waxay geli doonaan Ilaahay idankiis, jannooyinkaas jannaatu cadnin ayay gelayaan. Macnaha halkaa waxaynu ka baranaynaa haddiiba Ilaahay dadka iyagoo kala duwan oo acmaashoodu ay kala hormarisay uu aqbalay kulligood, adiga bini aadanka ah oo aan ahayn kii wax xisaabinayay, inaad bini aadanka wax ay sameeyeen iyo khalad ay sameeyeen kula colaysanto oo aad kula dagaashaa sax maaha. Macnaha Ilaahay abuuray, lasta calayhim bimusaydir baa nebiga lagu lahaa sal alla slam. Ilaahay baa ka xisaabinaya, isagaa la xisaabtamaya, isagaa kii khaldan abaalinaya oo ciqaabtiisa marinaya. Laakiin adigu waxaa la rabaa inaad sidii nebi Maxamed sal allahu alay waslam dadka ula dhaqmayey ula dhaqanto, qaabkii uu bini aadankoo dhan yacni weel u weelaynayay, ee uu kooda khaldan usoo qabanayay, kooda wanaagsan u kaabayo, u garab istaagayay ka hore, yacni inuu binu aadankoo dhan inuu qofka muslimka ah isku wadaa la rabaa. Oo maaha isku wado markaan leenahayna inuu ku milmo oo wixii khaldan khaladkooda la qastee. Waxa weeye qofka khaldan wixii wanaagahe u leeyahay ilaa qof wada xumo jire, jawaanibtiisa wanaagsan ee ishraaqiga ah, ifaysa ee mushriqa ah, waxaa la rabaa inaad muuriso ood boorka ka jafto ood cayiliso jawaanibta wanaagsan ee uu qofku leeyahay. Sida markaad jawaanibtaa wanaagsan cayiliso ayaa waxaa soo baxaya in jawaanibtii kaleeto ee xumaydi ay shiiqdo ay baaba'do, markaana aad noqoto qof khayrkii ugu gargaaray walaalkiis. Inta aynu walaalayaal barnaamijkeena xalqadiisa ku xigta xalqadan, waxaynu maanta ka hadalnay xalqadii 22-aad oo aan aayadihii suurat Faatir aayadda 32-aad iyo aayadda 33-aad soo dooranay. Barnaamijkeenuna waa barnaamijkii aayad iyo axkaamteed. Waxaynu ka hadalnaa maalin kasta juska taraawiixda lagu tukanayo aayado ka mid a ayaynu soo dooranaa, aayadahaas aynu akhrinaa, axkaamta tajwiid ee ku jirtana aynu tilmaanaa, kadibna macnaha guud ee aayadda aynu ka dheehanayno ayaynu sheegnaa. maanta oo bishii Ramadaan ay tahay 22-aad, sanadkuna uu yahay sanadkii 1437 hijradii nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, ayaynu intaa kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta, xalqadeenii aayado ama aayad iyo axkaamteed, aayad iyo axkaamteed. Inta aynu xalqada birita ah iyo maalinta 23-aad iyo juska 23-aad aayadda aan idinka soo dooray aynu ku kulmi doono, waa anigoo ah Cabdiraxmaan Cuhmaan Cumar oo idinkaga tegaya, aniga iyo tiimka farsamaduba aanu idinku dhaafayno. Fii ricaayati illaahi wa xifdih, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.